صباح الخير، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم رح نبدأ مع بعض درس جديد. بداية وأنا جاي اليوم الصبح سمعت حديث بحكي إنه إحنا في عصر التطور والتقدم واستخدام تقنيات وأشياء جديدة زمان ما كانت موجودة. طب هل الإنسان اللي كان عايش قديما ما كان يستخدم ويستغل المصادر الطبيعية اللي كانت حواليه؟ يعني هل كان عايش بأشياء بسيطة؟ الأشياء الطبيعية والمصادر اللي كانت منذ القدم كيف ممكن، إيش هي وهل استغلها الإنسان؟ مين ممكن يسمي لي بعض المصادر؟ تفضلي. الأشجار واستخدمها بإشعال النيران. صحيح، ممكن. مين كمان؟ تفضلي. الأشجار والنباتات. الأشجار والنباتات كمان. إيش مصادر طبيعية كانت موجودة عندنا؟ تفضلي. كمان الأخشاب كان يستفيد منها في مثلا الوقود أو التدفئة. أحسنتي، مثل ما حكت زميلتنا بداية الأشجار والنباتات. الأشجار والنباتات استخدمها الإنسان منذ القدم. الشجرة أو النبتة اللي إحنا بنعرفها ايش ممكن ان نستفيد منها؟ من ايش؟ تفضلي. من اخشابها، من ثمارها، من المصادر. يعني الثمار مثل الشجر ناخذه نعمل له زيوت وعصير. من الاخشاب نقدر نتدفئ او تحصل. صحيح، ممتازه. تفضلي. كمان زمان يعملونها ورق او كمان مثلا تحف ويولعوا منها نار. صحيح، مثل ما حكى زملائنا استخدموا الأخشاب هو أهم شيء أو أكثر شيء تم استخدامه، فهذا دليل أنه الصناعة وتطور الأخشاب اللي إحنا بنشوفها اليوم ما كانت جاي من فراغ، كانت جاي من بداية أن الإنسان من القديم استخدمها واستغلها، طورها، صارت تقنيات جديدة دخلت فيها. إذا درسنا اليوم راح نحكي عن الأخشاب. إحنا عندنا هون بغرفة الصف، مين يحكي لي أشياء الأخشاب ممكن أنا نشوفها؟ تفضلي. طاولة. صحيح. كرسي. صحيح، تفضل. طاولة تلفزيون. صحيح. خضار. ممتاز. طب هل بتلاحظوا أنه جميع المواد اللي أنتم سمتوها بتشبه بعضها؟ جميعها نفس نوع الخشب؟ جميعها نفس الاستخدام؟ نفس اللون؟ تفضلي. لا، يعني كل خشب حسب يعني إشي لونه غير أو مدهون بطريقة غير أو صحيح. حسب استخدامه. تفضلي. او مثلا في بعض الخشب بيختلف عن الثاني من ناحيه نوعيته، يعني نوعيته ممكن تكون طبيعيه وممكن. صحيح، ممتاز. انواع الاخشاب بشكل عام، الاخشاب انواع كثيره متنوعه، عندنا مصادر كثيره للاخشاب. طب الاخشاب قبل ما ان نحكي هل هي صناعيه او طبيعيه، مصدر من اين احصل على الاخشاب؟ تفضل. الاخشاب نحصل على الاخشاب من جذوع الاشجار. صحيح. الاشجار وين ممكن تكون؟ يعني الشجره نفسها انا وين بوجدها؟ صح، تفضلي. الغابات، ممتازة. الغابات، طيب الغابات ايش دخلها بالنباتات والاشجار؟ الغابة هي عبارة عن مكان يحتوي على العديد من الاشجار. الشجرة او النبتة منها بحصل على الاخشاب. اذا كل ما كان عندنا غابات اكثر، كل ما استغلينا زراعتها للاشجار بشكل اكبر، كل ما حصلنا على الاخشاب بكمية اكبر. انواع ومصادر الاخشاب عندنا نوعين، عندنا الاخشاب الصناعيه والاخشاب الطبيعيه. بس قبل هدنا نعرف معنى الخشب، ايش تعريف الخشب حسب ما انتم بتعرفوا؟ تفضلي. في مواد يتم استخراجها من جذوع النباتات موجوده في الغابات، ولها استخدامات عديده. ممتاز، مين كمان يعرف لي؟ الخشب هو عباره عن ماده عضويه مساميه، ماده عضويه مساميه تمتص الرطوبه وتحتفظ فيها، يطرأ عليه تغييرات وتاثيرات خارجيه عشان احنا نشكله ونستعمله بالطريقة اللي احنا بدنا اياها. مين يعرف لي حسب ما هو مذكور عندنا هون؟ تفضلي. هو مادة عضوية مسامية تمتص الرطوبة وقابلة للتشكيل وتأخذ أوضاع مختلفة تبعا لطبيعة الاستخدام. ممتاز، مين كمان مواهب؟ تفضلي. هو مادة عضوية مسامية تمتص الرطوبة قابلة للتشكيل حسب الإشي الخارجي. إذا بشكل عام الخشب هو عبارة عن مادة مسامية. شو يعني مادة مسامية؟ إنه فيها، تفضلي، فيها فراغات. هاي الفراغات بتسمح لها أنها تحتفظ بالمواد الرطبة. كمان حسب التعريف الموجود عندنا، قابلة للتشكيل. مثل ما إحنا شايفين الأشياء اللي أنتوا ذكرتوها مشكلة، أي إنها طارئة لعمليات خارجية. هسه رح نحكي عنها، ما إنه أخذناها من مصدرها الطبيعي واستعملت، لا، أجري عليها بعض التعديلات، بعض العمليات الخارجية لتصبح بالشكل اللي إحنا راح نستخدمه لإلها. رح نحكي عن أنواع الأخشاب. مين يسمي لأنواع الأخشاب الموجودة؟ تفضلي. أخشاب طبيعية وأخشاب صناعية. أخشاب طبيعية وأخشاب صناعية، إيش معنى أخشاب طبيعية؟ تأخذ من الطبيعة، مش تصنع على الإنسان. تأخذ من الطبيعة كمان؟ كما هي، نأخذها من الطبيعة ونستخدمها زي ما هي بدون ما نلون أو نضيف عليها أو
صحيح. إذا أخشاب طبيعية إنها هي من الطبيعة كما هي كما وجدت، إحنا يعني لا نضيف أي مادة كيميائية عليها، لا نجري عليها أي تعديل في المكون الأساسي. ممكن في الشكل الخارجي أنا أجري عليها بعض التعديلات والتغييرات بهدف إيش؟ إني أستعملها بالاستعمال اللي أنا بدي إياه، أشكلها بطريقة سهلة الاستعمالي. أما المادة المكون الأساسي لإلها هي كما وجدت في الطبيعة أنا بستخدمها. مثل إيش عندنا أخشاب طبيعية؟ تفضلي. ممتاز. كمان أخشاب صناعية، أبلكات، جزء سامبلش ومطبوخ. صحيح. نعيد نحكي كمان من الأخشاب الطبيعية، من الأمثلة عليها السويد والزيتون والبلوط، مثل ما حكينا توجد بشكل طبيعي، لا دخل للإنسان في إضافة أي مادة لتغييرها من حالة لأخرى أو جعلها تكتسب صفة هي أصلا مش موجودة فيها. عندنا الأخشاب بالنوع الثاني، الأخشاب الصناعية. الأخشاب الصناعية هي أخشاب ممكن أنها تمر بعدة مراحل، ممكن أن نضيف إلها مادة أو ممكن أنا أعرضها لعوامل خارجية بهدف أني أستخدمها. ممكن يكون فيها صفة معينة لأنه أنا بدي إياها تحمل شيء آخر أو أدخل عليها صفة أخرى، فبضع فيها مادة كيميائية أو عملية معينة بالإضافة للصفات الأساسية اللي عندها أعدل عليها صفات جديدة. إذا الأخشاب الصناعية شو المبدأ اللي إلها؟ تفضلي. تمر في مراحل وعمليات، إنه نشكلها حسب رغبة الإنسان، ويمكن إضافة عليها ألوان صناعية مثلا أو أشياء معينة. صحيح. تفضلي. ممتازة. صحيح. مثل إيش؟ الأبلكاج والساندويش والمضغوط. عندنا أنواع كثيرة اللي هي الأبلكاج، الساندويش، المضغوط. هسه رح نحكي عنها. الأخشاب الطبيعية بتختلف. الأخشاب الطبيعية عندنا أنواع كثيرة، مش كلها صحيح إن هي خشب طبيعي بصفة عامة، لكن إذا بدنا نيجي نفصل فيها عندنا أخشاب طبيعية قاسية، أخشاب طبيعية متوسطة، صلبة، طرية. الطرية أو سهلة التشكيل بتكون، يعني أنا مثلا بدي استعمالي شيء في الفن أو الديكور أو شيء معين بده شغل، بده أني أنا أحفر أو بده أشكله بطريقة سلسة سهلة، ما بروح لخشب طبيعي قوي صعب التشكيل، صعب التعامل معه، أنا كإنسان صعب أتعامل معه أو يحتاج إلى أدوات وآلات بتكون صعبة، فبتجه إلى أنها تكون طرية لينة. مثل إيش إحنا عنا اللي هو الزان، بتميز أنه صفته صلبة قوي نوعا ما. الزيتون عندنا متوسط، متوسط انه ما بجمع ما بين اللين، سهل التشكيل ومش صعب اني ما بقدر او بده وقت او جهد او آلات او اني الاشي لحتى اعمل، بكون متوسط. فحسب الاستعمال الشخص اللي هو ناوي يستعمل لإله فانا بختار. اذا انا بدي شيء فن وديكور شو بستخدم؟ الزيتون سهل. اذا انا بدي شيء صعب او بدي مثلا اعمل شيء يتحمل ضغط او قوة، الزان. أحسنتي. الأخشاب الصناعية مثل ما حكينا الأبلكاج، الساندويش، المضغوط، بما إنها صناعية أنا بضيف لها مادة مثل ما حكينا أو أنا بدي أمررها في عدة عمليات ومراحل، معناته في هاي الوضع شو راح يأثر علي من ناحية التكلفة. فمثل ما حكينا الأبلكاج سعره بكون قليل نوعا ما، يعني سهل، مش لأنه ما بمر أو تركيبته ما بتمر بعدة مراحل ما بتأثر على سعره، فسعره متوسط أو أنه قليل، نحكي الأغلبية يمكن يتعاملوا معه. الساندويش بيكون أغلى شوي، بمر في مراحل أكتر أو صفاته التركيبية بتكون بدها مواد أكتر، فأنا بدي تكلفني أكتر لحتى أنتجه. المضغوط متوسط مثل ما حكينا في الأخشاب الطبيعية عندنا متوسط اللي هو الزيتون، في الصناعة عندنا المتوسط اللي هو المضغوط. المضغوط هو عندنا متوسط من ناحية التكلفة، متوسط من ناحية أني برضو بقدر أني أستعمله، الكفاءة الصناعية لإله كمان كانت جيدة. طيب بدي أسأل سؤال، الأخشاب سواء طبيعية أو صناعية أنا بدي أستخدمها، يعني بستخدمها طبيعية مثلا بأخذها من الأشجار وبحصل عليها وخلاص، أو أني يعني بدي أخذها وأشتغل فيها على طول، ولا بتمر في مراحل؟ بتمر في مراحل اللي هي مراحل. تفضلي. مثلا مثل النشر او التقطيع. صحيح. خلينا نشوف هالفيديو. Timber mill leftovers provide the raw material for chipboard. The process starts with truckloads of sawdust. The next ingredients are wood shavings and wood chips. The chips and shavings are fed into a large mill that works like a giant food processor, chopping them up into little bits. When the milling's done, the particles are less than 0.7 millimeters thick.
any excess moisture, the particles are put into giant dryers for 25 minutes, whose combustion chambers are fueled by leftover dust from the chopping mill. From here, they'll send the dried out particles to a screening machine, which will separate them by size. Pieces too big are fed through the mill again. Larger particles go into the rougher core layer of the chipboard. Smaller pieces into the smoother surface layer. Meanwhile, resin, water, wax, and chemical hardeners are mixed to create glue. Glue with the particles, then push out a long continuous mat. A cold compressor forces the air out of the mat. Then a hot press activates the glue and forces it all together. Next, a saw cuts the continuous mat into large sheets called master boards. They're still hot from the hot press, so they're put aside to cool for about half an hour. Once the master boards are cool, they're sanded. Then a stacking machine piles them about 80 sheets high. A saw then cuts them into smaller, more manageable sizes to be sent off for construction. At the furniture factory, the first step is to laminate the panels with a decorative covering. First, a spreader covers the board surface with, then another machine sticks on a 1.5 meter strip of decorative paper fortified with resin, varnish, and other chemicals. This covering comes in many different colors and designs, from solids to imitation granite or wood. A blade cuts the paper between each board. Then a machine stacks the boards to prepare them for cutting. The saw cuts through 6 to 8 boards at a time, depending on their thickness. The next step is to cover the edges of the board. A strip made of PVC plastic is glued, then trimmed for a neat finish. Next, they prepare the pieces for assembly. A multiple head drill makes screw holes in the panels. Meanwhile, the screws, nuts and bolts needed for assembly are bagged. There's a separate bin for each screw, nut, bolt and connector. The machines count out the exact number required for each piece of furniture. Then the hardware is automatically bagged and weighed to make sure nothing's missing. Every sawfer assembles a sample to make sure everything fits together properly. If it does, حسب ما شفنا بعرض الفيديو الخشب بمر في عدة مراحل لحتى أنا أخذه من مصدره أشكله لأصنعه. حسب ما شفنا شو ممكن يمر في مراحل؟ تفضلي. أول إشي عملية تقطيع بتكون جمع هذا عليها بالتقطيع. صحيح إنها بتكون بحجم كبير، أنا ممكن إني أخذها بأخذها وبقطعها وبجهزها بقطع أصغر. طيب ليش أنا بدي أقطعها؟ تفضلي. أحسن يمكن تصير أسهل للتشكيل وتدخيل على المرحلة. أحسنتي. طيب بعد ما احنا قطعناها شو بدنا نعمل؟ وين راح ندخلها المرحلة الثانية؟ تفضلي. ضافوا بعض المواد مثل الرمل شفنا والاشياء ضافوا عليها ودخلوها للنار. صح احسنتي. اذا اول اشي بدها تكون انا باخذ الخشب بكون بقطع كبيرة بقطعه الى قطع اصغر حسب انا ايش بدي استخدمه. بعد ما انا قطعته بدي اضيف عليه مواد، ممكن إضافة الرطوبة لإله. بعد ما أنا ضفت عليه المواد بده يدخل الأفران، هاي الأفران بتخليه يتجمع مع بعضه. بعد ما أنا أضاف في أفران تحت درجات حرارات مختلفة، مش كل نوع بيكون له درجة حرارة تشبه الثاني، لكل نوع درجة حرارة مختلفة. وبلعب في هاي الشيء في السمك، إني أنا بدي خشب معين بسبك معين مش كلياته نفس السمك. إيش ممكن يأثر علي إنه أنا ليش بهتم لهي النقطة؟ تفضلي.
ايوه ممتاز، عشان هيك حسب الاستخدام كل مكان انا عارف الاستخدام اللي بدي لايش بتعرض لايش بدي استخدمه وين بدي يروح بتحكم حسب الافران والاماكن والقوالب اللي انا بدي اضع فيه الاخشاب عشان انها تنتج بالشكل اللي انا بدي اياه. طيب هسه رح اوزع عليكم اوراق عشان نتعرف على بعض الصفات. بدي بنتين طلي. مكتوباتهم. مين اول واحد تقرا لي عشان نكتشف صفات بعض الخصائص؟ تفضل ايمان. انا شجر يستخرج مني خشب ابيض يميل للاسفرار متوسطه المرونه استخدم في الابواب والشبابيك والادراج. اذا نعيد كمان مره، انا شجره يستخرج مني خشب ابيض يميل للاسفرار متوسط المرونه استخدم في الأبواب الشبابيك والأدراج. مين من زميلاتنا اللي معهم أنواع الأشجار تنطبق عليها هاي الصفات؟ البلوط. إذا مين نحكي لصفات شجرة البلوط حسب ما ذكر عنا؟ تفضلي. لونها خشب أبيض مائل للأسفرار وأنها تستخدم في الأبواب والشبابيك والأدراج. تفضلي. متوسطة المرونة. مين يقرأ للتاني؟ تفضلي. أنا شجرة يستخرج مني خشب مرن لوني بني قاتم استخدم في أشغال الخراطة والتحف. الزيتون. الزيتون صفة شجرة الزيتون حسب ما تم. تفضلي. تستخدم في صناعة الأخشاب والتحف. ممتاز، حسب ما أخذنا شجرة الزيتون تعتبر متوسطة القوة أم قوية أم سهلة؟ متوسطة. ممتاز. مين يقرأ تفضلي أثير. أنا شجرة يستخرج مني خشب سهل التشكيل عند تسخيني لوني أحمر. مين؟ الزان. إحنا حكينا إنه الزان يعتبر خشب قوي، كمان بما انه قوي الا انه عنده تسخين وتعريضه للعمليات اللي احنا حكينا عنها بصير سهل التشكيل. اذا حسب ما اخذنا مين يستنتج لصفات شجره الخشب الزان؟ تفضلي. سهل التشكيل وعنده تسخين ولونه احمر. ممتاز. شجره الزيتون مين يحكي لي صفاتها؟ تفضلي. لونها بني قاتم مستخرج في اعمال الشعر والتحف. ممتاز. مين يحكي لي عن شجره البخاخ خشب شجره البلوط صفاته؟ تفضلي. لونه ابيض مائل للاسفرار ممتاز. عندنا بعض العينات، عشان نعرف انواع الاشجار الخشب اللي احنا بنحكي عنه، احنا قاعدين بنحكي فخلينا نشوفه حسب الصفات اللي تم ذكرها حاليا. هاي الخشب بتنطبق على اي صفة اخذناها؟ تفضلي. بني قاتم بس شوي. لونه احمر سهل التشكيل عند الاستخدام. ممتاز احسنتي. طيب هاي نشوف. لا اللي هي خشب المضغوط. الخشب المضغوط من ميزاته احنا زي ما حكينا انه سعره قليل وجودته وإمكانية تشغيله بتكون منيحة، كمان هو بيكون عنا عبارة عن رقائق وعن جل الأطراف بدمجوها مع بعض بحيث انه ما تبين. عندنا هاي حسب ما هي مبينة الساندويش مبينة من خلال الضوء الموجود عندنا. بضل عندنا آخر إشي اللي هي الأبلكاج، فتفضل تعرفوا عليها عشان نيجي بنعينها. طيب كل واحد معاه قطعة تضل ما ترجعوها. عندنا هون خشب مضغوط، مين معاه عينة الخشب المضغوط؟ تفضل نشوف صح أو لا. إن صح إذا حطيتها في مكانها وكانت صحيحة راح يضوي عندنا المصباح فنعرف إنه جوابها صح. لا هيك مسكيها، جربي بس شوي خليهم يشوفوا. ما ضوت شو معناته؟ معناته انها هي غلط. مين معه الخشب؟ صح. طيب ماشي خشب الساندويش. تفضل.
احسنت، كيف عرفنا انها هي المكان الصحيح؟ شو صفات خشب الساندويتش مثل ما حكينا انه هو، وكمان مثل حكينا انه غالي الثمن، فلذلك انه مش كتير يستخدم. كمان مين معاه خشب الابلكاج؟ تعال نجرب، تفضلي. آخر نوع من أنواع الأخشاب، تفضلي. ممتاز. مين يجي يعين لي إياهم كمان مرة كاملات؟ تفضلي. احسنتي، ممتازه. في حدا بحب يجرب؟ طيب هسا احنا حسب بعد ما تعرفنا صح ام خطا، جميع انواع الاخشاب لها نفس الاستخدامات؟ يعني انا بستخدم ممكن، او السؤال بطريقه اخرى، انه نوع الخشب مثلا هذا نوع الخشب ممكن استعمله في اكثر من استعمال، او اذا انا بدي اصنع عده اشياء داخل الغرفه من باب اني اختصر ممكن احكي للنجار انه لو سمحت بتجيب لي هالنوع هالخشب واعمل لي كل هذا؟ تفضلي. صحيح، بناء على ايش؟ والمرونة في الاسم. احسنتم جميع، ممتاز ممتاز. خلينا نثبت المعلومات اللي احنا اخذناها. عندنا هون ورقة عمل، بعض الاشياء اللي ممكن انها تشوفها بحياتك بالبيت بالصف، وعندنا انواع خيارات لانواع الخشب اللي ممكن يستخدم. فتفضلوا، هاي مجموعة. كل مجموعة تتشارك مع بعض، نشوف الأجوبة، معكم 5 دقائق وبنتبادل المعلومات. خليها معكم مش مشكلة. جاهزين؟ مين أول مجموعة تقرأ لنا؟ تفضلي، أقرأ لنا الهدف من النشاط. الهدف من النشاط معرفة نوع الخشب المناسب لكل اسم لمشغوله مما يلي: اسم مشغوله حلق الباب، نوع الخشب المناسب ساندويتش والبلوط. ممتاز، بدنا واحدة من المجموعة تطلع على اللوح تكتب لنا إياها والإجابة الصحيحة، تفضلي.
ممتازة زفقولها. المجموعة الثانية تفضلوا. وجه الطاولة قبل كاش. تفضلي. ممتازة زفقولها. المجموعة الثالثة تفضلي. سرير خشب الزاف. أحسنت تفضلي على اللوح. ممتازة زفقولها. بعد ما خلصنا النشاط شو بنستنتج؟ ضاي الوحدة تفضلي. بالنص صور خشب مضغوط. أحسنت على اللوح لو سمحتي. ممتازة تقولها. بعد ما خلصنا النشاط نستنتج انه بعض انواع الخشب سهل الحصول عليه ويستخدم في شغلات نوعا ما نحكي عنها بسيطة، مثلا انه برواز صور يحتاج الى، مش داعي اني برواز صورة مثلا اعمله بنوعية قوية غالية تكلفني، انه في النهاية لا يتحمل ضغط، ما بيحتاج الى قوة. لو كان مثلا بدي اصنع شيء يتحمل ضغط او قوة بتجه الى انه مثل السرير احسنتي انه بده خشب يتحمل. فلكل الاستخدامات اللي انا بستخدمها بتكون حسب بتجه لها من ناحية انه اللينة الصلبة القوة المرونة وهاي الاشياء. هسا بدنا نرجع ناخذ فكره انه كل واحد بده يطلع يعين لي اياها ويعطيني صفه او شيء حسب ما حكينا احنا بالدرس، يعني بده يحك خشب المضغوط يتميز 1 2 3 ويعينها. تفضلي. حكينا عنه من الأخشاب الصناعية ومن اللي بيكون متوسط التكلفة وبستخدم للأشياء البسيطة مثل البراويز والأشياء. أحسنتي ممتازة. مين بيطلع يعمل المجموعة؟ تفضلي. الساندويتش إنها بتكون زي طبقات وبرضو من الأخشاب الصناعية. صناعية. غالية الثمن أم رخيصة أو متوسطة؟ الساندويتش غالية الثمن. ممتازة أحسنتي. مين كمان ممكن يحب يجرب؟ تفضل. خشب الزان. خشب الزان من الأخشاب الطبيعية، طبعا لونه على حمار جاي. صحيح. غالي الثمن وصلب وبنستخدمه في الابواب. ممتاز بتحمل القوه والضغط. مين كمان ممكن يحب يجرب؟ تفضلي. يعني الخشب أبلكاش هو من الأخشاب الصناعية وبستخدم في، يعني بتحمل ثقل بستخدم في أجهزة الطاولة. أحسنت ممتازة. نهاية الموضوع تعريف الخشب كمان مرة، مين متذكر شو عرفنا الخشب؟ غير ألاء تفضلي. هي مواد عضوية تحتم على رسامات وفراغات يتم أخذها من الأشجار وتختلف حسب نوعها ومرونتها واستخدامها. ممتازة أحسنت زفقولها. مصدر الأخشاب بشكل أساسي أو المصدر الأساسي للحصول على الأخشاب. تفضلي. ممتازة. واللي هي بشكل عام إنه الغابات، الغابات اللي بيكون فيها النباتات والأشجار لعن طريقها بنحصل على كمية الأخشاب. أنواع الأخشاب مختلفة وكثيرة، أعطيني الأنواع. طبيعية وصناعية. طبيعية وصناعية. طبيعية مثل، تفضلي. الطبيعي مثل زان زيتون. ممتازة. الصناعية. صناعية خشب الأبلكاج والساندويتش وخشب الخشب المضغوط.
أحسنتم، ممتاز، ويعطيكم العافية.